أهم المقومات السياحية لنجاح صناعة السياحة النيلية، ما هي أيضا أهم التحديات التي تواجه النايل كروز، تواجه السياحة النيلية، كيف نقوم بالتغلب على كل المشكلات التي تواجه هذا النمط من السياحة، ما هي الحلول المطروحة لزيادة الحركة السياحية وتنشيط السياحة في كل مكان في مصر من أسوان للقاهرة، وأسئلة أخرى هنجاوب عليها من خلال هذا اللقاء مع مستر رشيد السيد الخبير السياحي ومدير إحدى المنشآت البندقية العائمة التي تعمل في مجال النايل كروز اللونج كروز. مستر رشيد أهلا بك معانا، منورنا، كل سنة طيب ورمضان كريم. كل سنة وحضرتك طيب، أهلا وسهلا، تشرفت بحضرتك. مستر رشيد، يعني واحنا في الايام المفترجه، ايام رمضان المبارك، ايام جميله طبعا، الحمد لله ما شاء الله، يعني نمسك الخشب، انا شايف كده ان الحركه السياحيه في الاقصر، في اسوان، في الغردقه، في شرم الشيخ، يعني في كل مكان في مصر الحمد لله بدات تتعافى تماما. يعني بدايه ما نتكلم عن السياحه النيليه وعن النايل كروز، اديني فكره عامه عن الحركه السياحيه حاليا خلال الفتره الحاليه. الحقيقه الفتره دي يعني بتشهد نمو سياحي كبير نتيجه لبعض الاكتشافات اللي حصلت الايام اللي فاتت، بدايه من نقل المومياوات اللي حصل والاحتفال اللي حصل فيه، افتتاح طريق الكباش، واكتشافات الحديثه اللي في الهرم الايام اللي فاتت، المتحف الكبير الجديد ده كله معمول له دعايه، وهيئه تنشيط السياحه برضه قايمه بدور كويس قوي، لان هم حتى نظموا الجزء الخاص بمنطقه الاهرامات، كان فيه الاول عشوائيه، بداوا ينظموه وبداوا يتظبط، بقى تعمل دلوقتي رواج سياحي اكتر من الاول، فبالتالي احنا عندنا نسبه اشغال الحمد لله عاليه جدا بالنسبه للنايل كروز وبالنسبه للفنادق. لو اتكلمنا عن السياحة النيلية كمحور هام من محاور التنمية السياحية في مصر ونمط هام من الأنماط السياحية المعروفة يعني اللي بتشتهر بها مصر حاليا، يمكن كمان خلال الأيام الأخيرة والفترة الأخيرة بدأ ينشط اللونج كروز، النايل كروز، اللي هو من أسوان للقاهرة ومن القاهرة لأسوان. وبما ان يعني حضرتك رائد في هذا المجال وفي هذا النمط، يعني بدايه يعني مقومات النايل كروز او السياحه النيليه بصفه عامه. تمام، بالنسبه لمقومات السياحه بصفه عامه في اي دوله، احنا كناس بنشتغل في مجال السياحه بنسميها الفور اس. فور اس دي عباره عن ايه؟ عباره عن صن و سند وسي وسيف، دي مقومات السياحه في اي دوله في العالم. شمس وبحر ورمله وامن الامن يمكن متهيألي اولا يعني بالظبط كده، فدي مقومات السياحه موجوده في اي بلد في العالم. الحقيقه احنا ممكن بنزيد او بنتميز من اي دوله، لان احنا عندنا اثار بكميه كبيره، زي ما بيقولوا تلت اثار العالم موجوده في مصر، فبالتالي احنا عندنا ميزه اكبر من اي دوله، بحيث ان انت عندك تنوع سياحي، عندك سياحه ثقافيه، عندك سياحه علاجيه، عندك سياحه شواطئ، سياحه ترفيهيه، جميع انواع السياحه موجوده عندنا في مصر، فطبعا دي ميزه كبيره بتميزنا عن اي دوله. الحاجه الثانيه ان احنا بدانا نشتغل النايل كروز اللي هي اللونج كروز، دي حاجه غير تقليديه، غير الشورت كروز اللي احنا عارفينه واتكلمنا عليه قبل كده. ليه بنعمل لونج كروز؟ بنعمل لونج كروز عشان احنا 25-30% من السياح اللي بيجوا مصر بيبقوا روبيتر، يعني هم جم قبل كده، فبالتالي احنا بنعرض عليهم منتج جديد سياحي، هم بيحبوا المركب وبيحبوا النايل كروز، فاحنا بنعرض خدمه جديده ومنتج جديد ليهم، على اساس ان احنا نشغل المدن اللي هي بعد الاقصر، من بعد الاقصر لحد القاهره في كميه مدن وفيها كميه اثار هم ما يعرفوهاش وما زاروهاش قبل، فبالتالي احنا بنعرض منتج سياحي جديد وبنروج لكل المدن
اللي موجودة من بعد الأقصر لحد القاهرة. بالنسبة للرحلة الطويلة أو اللي هي السوبر لونج كروز، قبل ما نتكلم بالتفصيل عن اللونج كروز، حضرتك بتقول من، وانا بتفق مع حضرتك تماما، يعني الاماكن الاثريه والتاريخيه اللي هي ما بين الاقصر والقاهره يعني يمكن حتى الان لم توضع بالقدر الكافي لاهميتها على الخريطه السياحيه. حضرتك بتقول ان انتوا بهذه الرحله بيتم الترويج لهذه الاماكن السياحيه، بتروجوا ليها ازاي؟ بالظبط. فبالتالي كل الزبائن اللي هي جت عندنا قبل كده وعند غيرنا بنعرض عليهم المنتج ده من خلال شركات السياحة طبعا، والتسويق للرحلة هو فعلا في البداية بدأنا، وإحنا لسه منتهيين من الرحلة دي النهاردة. الناس كانوا عندنا قاعدة 14 يوم وعملوا تشيك أوت النهاردة من المركب. الرحلة بدأ من القاهرة. الرحلة دي بتعرض كل الأماكن الأثرية والسياحية والتاريخية للرحلة دي. فميزة الرحلة دي ان انت عندك، حضرتك عارف التاريخ الفرعوني متقسم لثلاث امبراطوريات عبارة عن 30 اسرة. عندك الدولة القديمة، عندك الدولة الوسطى، وعندك الدولة الحديثة. ده كله متجمع والزبون بيشوف من اول الدولة القديمة لحد الدولة الحديثة بكل اثارها وتاريخها. فبالتالي يعني مثلا لو مسكنا منطقة مثلا زي الأهرامات دي، من الدولة الأولى للسادسة، من الأولى للسادسة، خلي حضرتك كلها موجودة في القاهرة في الجيزة. فبالتالي عندك أهرامات الجيزة، عندك أهرامات دهشور، عندك أبو رواش، عندك أبو سوير، عندك أهرامات سقارة. دي كلها الزبون او السائح بيزور كل الاماكن دي، وبندخل فيها بقى اللي هو التاريخ الاسلامي والقبط، زي مثلا قلعه محمد صلاح الدين، زي جامع سلطان حسن، زي ابن طولون، زي الكنيسه المعلقه. فاحنا بنعمل ما بين الاثار وما بين الثقافه وما بين التاريخ من خلال الزيارات دهي. بعد كده بنبدا بعد ما نخلص القاهره بتبحر المركب، بنروح اول بلد نتوقف فيها طبعا المنيا. المنيا بلد غنيه بالاثار، واول زياره بنعملها في المنيا هي زياره بني حسن وتونا الجبل والاشموين. دي مجموعه طبعا مقابر من الدوله الوسطى لنهايه الدوله الحديثه. معبد بني حسن ده عباره عن مقابر لامراء منطقه بني حسن اللي هم حكام الاقاليم. بيعملوا زياره، وطبعا زياره سريه جدا وجميله. بعد كده بننتقل من في المنيا برضو نفسها بنعمل ابحار لتل العمارنه. تل العمارنه دي العاصمه اللي اسسها اخناتون اول ملوك الموحدين. فيها طبعا القصر الملكي لاخناتون، وفيها المقبره الملكيه لاخناتون، وفيها مقبره نفرتيتي زوجته، وفيها مقابر العمال. طبعا حاجه هايله، الناس بتستمتع جدا 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 بيها. بعد كده بعد ما نخلص تل العمارنه بنعمل ابحار لحد البليانه اللي هي تبع سوهاج. أبيدوس بالظبط. أبيدوس من أجمل المعابد اللي موجودة في جنوب مصر. اللي بنى معبد أبيدوس هو الملك الفرعون سيتي الأول، والد الملك رمسيس الثاني، أعظم عظماء ملوك مصر. الحقيقة المعبد ده جميل جدا جدا جدا، وحضرتك لا تتخيل موجود على الجدران وعلى الأسقف. حضرتك هتستعجب جدا، هتلاقي صوره للطائره هليكوبتر حربيه، هتلاقي دبابه عسكريه. دبابه عسكريه ده في معبد أبيدوس. معبد أبيدوس على الاسقف موجوده. هتلاقي حضرتك سيارات سباق، هتلاقي منطاد. طبعا ده اعجاز. يعني اجدادنا الفراعنه كان اخترعوا الدبابه والطياره مظبوط. موجود على الجدران.
يعني حتى القرآن ذكرها، حتى القرآن في سورة الروم فينظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات. تفسير الآية دي هو اللي احنا شفناه، سبحان الله حتى القرآن ذكرها. فده معبد أبيدوس. ترجعوا بقى هنا دندره، معبد دندره. بعد كده بقى بنروح لمعبد دندره، وده برضو معبد جميل من اول العصر البطلمي الى نهايه العصر الروماني. برضو في رسومات جميلة، الوان لسه موجوده لحد الان، حضرتك لا تتخيل موجود ابراج آلهه السماء، كل ما يخص الفلك موجود في معبد دندره. حاجة طبعا يعني لو لفوا العالم كلها مش هيشوفوا الحاجات اللي انا قلتها دي. طب مستر رشيد، يعني هتوقف عند معبد دندرة قبل ما نكمل الرحلة، لان طبعا بقيها دي دايما بنتكلم عنها من الاصول اصلا ومزارات معروفة. من دندرة للهرم، يعني من هنا ل من هنا للجيزة او القاهرة، المراسي السياحية يعني يمكن كانت من اسباب توقف الرحلات اللي هي اللونج كروز، يمكن المراسي، الطرق، التامين، يعني كان في مشاكل كتير. هل هذه التحديات الحمد لله تم ايجاد حلول ليها؟ طبعا الحقيقه انا ما شفتش حاجه بخصوص المراسي وايقاف المراكب في الرحله عملت لي مشكله حقيقة. يعني كل بلد بقوا فيها في مرسى موجود وفي تأمين وفي شرطة وفي مفتشين آثار، وما قابلتنيش أي مشكلة الحقيقة في القصة دي خالص 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 لحد ما وصلت. طب ليه يعني بالرغم من كل هذه التيسيرات، كل هذه التسهيلات، لكن حتى الآن لم نتوسع في اللونج كروز؟ يعني دايما بنتكلم على الشورت كروز. تمام. الا الحقيقه في اكتر من اربع خمس مراكب بيعملوا هي، واغلبهم امريكان على فكره. يعني هسالك على جنسيه الساحل. لا امريكي، امريكان. انا حتى المجموعه اللي كانت عندي لسه ماشيه النهارده هم امريكان. وقابلت في الطريق برضو اكتر من مركب عليها برضو جيست امريكي، ودي طبعا حاجه جميله جدا، لان هم برضو بيرجعوا بيتكلموا عن الرحله، هم برضو ناس مثقفين بيرجعوا بيتكلموا عن الرحله، وكل واحد بيحكي لصاحبه وبيتبع الفيس يعني ده انا بالنسبه لي من بق البق دي احسن من انا اعمل صوره او برنامج في التلفزيون ما بتسمعش قوي. مسائل التواصل الاجتماعي حاليا اصبحت يعني نمبر 1 في الدعايه والتسويق للسياحه. مظبوط. فهو يعني هو القصه كلها بتبقى مجهودات من شركات السياحه، من هيئه تنشيط السياحه، بنعمل مبادرات كتير عشان نوصل للناس الاماكن اللي ممكن يزوروها، وبالذات لما يكون منتج جديد. ف يعني انا مثلا بقول نفسي اعمل مبادره نسميها مثلا فولو ذا سان في الشتاء. انت عندك 7 شهور الشتاء، من شهر 9 مثلا شهر 3، المبادرة نحطها على محركات البحث، على التواصل الاجتماعي، لفترة الوينتر تبقى في مصر. ده مبادرة. أنا أحلامي وأمنياتي أعمل مصر متحف كبير يحمل الهوية المصرية على الأتوبيسات بتاعت الجست، أعمل يعني الصور كلها فرعونية أو تخص الآثار بتاعتنا على القطارات في كل محافظات مصر. نفسي أحول مصر كلها متحف كبير عشان ألفت أنظار العالم لمصر، مع المبادرات تتعمل من هيئة تنشيط السياحة ومن شركات السياحة ومن المعارض اللي بتتعمل بره، زي الاي تي بي، زي الفوتور في معارض في لندن، فكل دولة بنعمل فيها معرض عشان نقدم المنتج بتاعنا. وانا مع حضرتك طبعا، يعني المردود السياحي لهذه المبادرة او المبادرات اللي هي طبعا بتتكلم عن مصر وعن هوية مصر وعن الاثار والتاريخ اللي عندنا هيكون ليها مردود سريع. لكن احنا السؤال، احنا جاهزين؟ يعني البنية الاساسية السياحية عندنا
جاهزة، يعني عندنا منشآت فندقية تستوعب الأعداد الكبيرة لو وصلت لنا أعداد كبيرة. يعني بكرة الصبح مثلا احنا يعني من خلال مبادرة حضرتك لقينا في عدد كبير آلاف من السائحين جايين أسوان والأقصر، عندنا فنادق تستوعبهم، عندنا نقل سياحي، نقل سياحي سكك حديدية، يعني قطارات، وسائل نقل من أسوان للقاهرة، طيران، أيدي عاملة مدرب، كل ده متوفر موجود عندنا. طبعا ما اقدرش انكر ان موجود، بس مش بالطاقة الاستيعابية اللي هتجيب مثلا فرنسا 30 مليون، اسبانيا 40 مليون. انا السنه هو برضه سؤال، ما هو احنا شوف احنا حضرتك انت بتتكلم يعني عندنا مقاومات سياحيه لا حصر ليها، لكن نصيبنا من الكعكه السياحيه لا يقارن بدوله زي فرنسا، ما عندناش يعني ما تمتلكه مما نمتلك. الحقيقه احنا برضه مرت علينا ازمات كتير، في ناس كتير هاجروا من مكان، من ابتداء من الثوره وكورونا وحرب اوكرانيا، فبرضو المجال ما بيبقاش امان اللي بيشتغلوا فيه قوي، لان بيقعدوا فترات طويله بتتوقف. الحقيقه امبارح قريت ان مجموعه حط عينها على مصر ببناء 13 فندق، هم ليهم 14 فندق في مصر، هم حاطين عينهم دلوقتي على مصر. من الحاجات اللي بتعمل زي المتحف زي ما قلت لحضرتك، كل الحاجات اللي اتعمل الاكتشافات الجديدة دي كلها مجموعة هتتبنى من ذكر اسماء شركات، يعني احدى الشركات العالمية، هتبني 13 فندق، هيبقى المجموع 27 فندق لاحدى الشركات العالمية، ودي حاجة طبعا جميلة جدا وكويسة جدا. احنا السنة اللي فاتت كان عندنا 11 مليون سائح، السنة دي بيتوقع ان هو يبقى 12.5 مليون اللي هي 23. طبعا احنا بنتمنى ان يكون العدد اكبر من كده كمان، على اساس ان بتتبني غرف فندقية عشان زيادة عدد الليالي الفندقية. وما تنساش حضرتك برضو ان مجال السياحة بيأثر في الاقتصاد المصري بطريقة مباشرة. انا يعني مع حضرتك بالتأكيد طبعا، لان السياحة يمكن او صناعة السياحة الاهتمام بها هو ده الوقت المطلوب، ان احنا المفترض ان احنا نهتم بالسياحة وبصناعة السياحة، لان هي طبعا بتدخل لنا عملة صعبة، وهي دي يمكن مشكلتنا حاليا. يعني احنا طبعا عندنا ازمة في الدولار دلوقتي، وما عندكش مجال تاني غير السياحة هو اللي ينقذنا من القصة دي. وبعدين عندك ميزة تانية، انت عندك 6 مليون فرد بيشتغلوا في السياحة في مصر، 6 مليون، فاضرب بقى 6 مليون ده، لو كل واحد في أسرة فيها أربعة بس 24 مليون. فميزة السياحة ان الزبون بيجي بيصرف، يعني بيشتري مياه، بيشتري تذكرة، بيشتري برد، بيشتري عطر، بيشتري اي منتج، بيركب عفوا حنطور، فلوس سايلة من ايده لايد الافراد، فدي بتعمل سيولة. رشيد، لو عملنا مقارنة، هرجع تاني لللونج كروز، عملنا مقارنة ما بين الرحلة النيلية من أسوان للقاهرة اللي هي اللونج كروز، وبين الرحلة السياحية من أسوان للأقصر الشورت كروز، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق ان انت النهارده كل ضغط المراكب، لو قلنا مثلا في 120 مركب شغالين، 120 مركب شغالين في المجرى الملاحي دون بيبقى عدد كبير قوي. فأنا لما أخفف منه شوية، أخفف من العدد ده، أنقله لرحلات لونج كروز، هيبقى في إنسابية أكتر هنا، والمعابد ما تبقاش زحمة قوي، ما يبقاش عليها ضغط جامد، ما يبقاش الزبون يمل من الزحمة، ينتظر مثلا على شباك التذاكر في إيدفه مثلا، ممكن المرشد يقعد ساعة ساعة ونص عشان يقطع تذكرة. دي حاجة. الحاجة التانية
ان انا عايز احيي المدن اللي هي قبل من بدايه من هنا لحد مصر. دي مساحه كبيره جدا جدا، والمدن دي لازم نعمل لها نوع من التنميه. التنميه دي هتيجي منين؟ هتيجي من ان انا اروج المنتج السياحي بتاع البلد، والبلاد دي كلها فيها اثار وفيها معابد وفيها مقابر. فانا لو سحبت الشغل بتاعنا الجزء ده، يبقى انا حييت المدن دي وحركت المدن دي وعملت سيوله وعملت حركه للناس اللي عايشه في المدن دي، ودي ده الهدف الاساسي الحقيقي. انساح من اسوان للقاهره في 14 ليله، يعني مش ممكن نشعر بالملل؟ ابدا. ليه؟ ابدا، لان انا عرضت على حضرتك كميه اثار وكميه معابد وكميه مزارات. هو كان كل يوم بيشوف جديد، كل يوم بيشوف جديد، وهو متشوق يشوف. وده بيكون بالنهار؟ طب بالليل يعني ده وقته بيقضيه ازاي؟ ما هو يعني انا عندي بتبقى زيارات الصبح، وفي عندي زيارات بعد الظهر، وعندي ابحار. عندي ابحار برضو، انت الزبون جاي برضو في جزء ريلاكسنج، فهو بيستمتع فوق في على السند فوق في الشمس، بيشوف مناظر فظيعه ما شافهاش في اي حته في الدنيا، جبال، خضره، ميه، مركب. دي حاجه بالنسبه له قمه المتعه. زمان مش عايز تمشي النهارده، زمان عندي في المركب مش عايزين يمشوا، من مش عايزينهم يمشوا، مش عايز انا عشان يمشي عشان اخد غيرهم. مستر رشيد، طيب يعني كمدير احدى المنشات الفندقيه العائمه شغل من الاقصر من اسوان للقاهره، في اي صعوبات بتواجهك كمدير منشأة فندقية عائمة من أسوان للقاهرة؟ مش يعني لو حتى في صعوبات بسيطة بنعديها، هي بس المشكلة الوحيدة إن هي الفترة بتاعت السدة الشتوية، عشان ده بيحصل جفاف في النيل، ففي الفترة دي المراكب ما تقدرش تمشي عشان منسوب المية بيبقى صغير والغطس بيبقى أكبر، فبيحصل توقف للباخرة وبتبقى أزمة. فبالتالي بنتوقف في الشهرين أو الثلاثة اللي هم بيبقى في جفاف في النيل، دي من اكبر الازمات. يعني عمل التكريم بيكون بكثافه ما بين اسوان للاقصر، لكن كده يعني طالما ان الرحله الرحلات اللي هي مايل كروز من القاهره اشتغلت، المفترض نهتم اكثر بالتكريم. ده مظبوط، في اماكن طبعا فيها الارض عاليه، وانا شفت فعلا وانا جاي شفت فعلا كراكات شايله كميه رمله وطينه من النيل على جناب النيل من ناحيتين، يعني شغالين بالفعل. دي حقيقه ما اقدرش انكرها، عشان يعمل مجرى وخط ملاحي للبواخر، ده فعلا حصل وانا شفتها بعيني اكتر من مره ومن اكتر من مكان. يمكن في البدايه انا قلت يعني ان السياحه النيليه بتندرج تحت نمط السياحه الثقافيه والتاريخيه، لكن كل الاحصائيات في العالم كله بتقول ان المساحه التاريخيه والثقافيه في العالم كله، وبدا الاقبال على السياحه الشاطئيه والترفيهيه. راي حضرتك في هذا الكلام؟ والله انا شايف ان الكلام ده بالنسبه لي انا مش شايفه، بدليل ان احنا دلوقتي عندنا نسبه اشغال 100%. الحمد لله. فلو ما في كفاشه. طبعا الحمد لله. فانا اعتقد لو زي ما بيقولوا ان السياحه الثقافيه قلت او مش موجوده او هتندثر، انا مش مع المقوله دي، لان انا شايف بعيني دلوقتي ان نسبه اشغالات الفنادق 100%، نسبه اشغالات المراكب 100%، ففين الثقافيه راحت؟ ده هي الاساس، هي الاساس. لا ما تقلقش، اصل عايز اقول لحضرتك حاجه، المصري القديم من حبه لبلده وعشقه لوطنه عمل حضاره على ضفاف النيل مش هتتكرر، والفكره ان هو مش بناء حجري، القصه مش بناء حجري بناه، لا ده في المقام الاول بناء فكري، بناء عملي، بناء ثقافي، بناء علمي. يعني انا مثلا لو اديت حضرتك مثلا، يعني في عالم اثار اسمه جاستن ماسبيرو، ده من اكبر علماء الاثار اللي بيشتغلوا في المصريه، فقال لك ايه؟ قال لك لو اتعمل
معرض فني يعرضوا فيه معجزات البشر، لاخترت تمثال خفرع احطه بس في المعرض ده، لان تمثال خفرع ده حاجه اعجاز لحد النهارده مش قادرين حتى يقربوا له. ليه؟ لانه ده بيتعامل من ماده اسمها الديوريت الاخضر، الديوريت الاخضر دي اصلب تاني ماده على الارض بعد الالماس. فحضرتك انت لو شفت التمثال ده في المتحف، التمثال وتفاصيله تحس ان انت واقف قدام، يعني مش واحد عامل تمثال ده، تحس انه بني ادم. المعجزه هنا بقى، المعجزه مش هو بنى. ازاي نخلي العالم كله يعرف تاريخنا وتاريخ مصر القديم، تاريخنا الفرعوني اللي حضرتك انت بتتكلم طبعا عنه بانبهار طبعا، ومن خلال طبعا يعني لقاءاتك مع السائحين اكيد بيبادلوك نفس الانبهار يعني الاعجاب يعني. ازاي نعمل دعايه اعلان تسويق لاثارنا لتاريخنا للسياحة الثقافية والتاريخية في أسوان، من أسوان للقاهرة؟ والله أنا من رأيي بشوف إن إحنا ممكن نعمل كتيب ونحدد فيه الأماكن السياحية والأثرية، ودي مع وصول كل سائح بيوصل مصر يتوزع عليه مجانا، يتوزع على كل السائحين اللي بيحضروا مصر، يتوزع كتيب مجانا ليهم على اساس يبقى برضو ده دليل معرفي ليهم اذا كان في جزء ما يعرفوهوش، فبالتالي هيقروا في الكتاب ده ويشوفوه ويتمنوا ان هم يروحوا يزوروه. مستر رشيد، قبل ما اختتم لقائي الممتع مع حضرتك يعني، وبشكرك على هذه المعلومات القيمه يعني، روشته سريعه لتنشيط السياحه كل مكان في مصر بما فيهم السياحه الثقافيه والتاريخيه. تمام. المقام الاول قبل ما نشط السياحه لازم الناس تعرف، لازم الناس تعرف ازاي تعامل السائح، ده نمبر 1. من غير ده مش هتعرف تعمل حاجه. يعني لازم نغير فكره ان انا السائح ده استغله، سواء بقى سواء تاكسي، سواء حنطور، سواء اي حد بيتعامل مع السائح، حتى الناس. فالمشكله ان الفكر القديم عندنا ازاي انا استغل السائح واخد منه فلوس او كده. حتى لو ركب تاكسي 10 متر تبص تقول له مثلا $100 ليه؟ فاحنا لازم نعمل دورات تدريبيه للشباب نعرفهم ازاي تعامل سائح. الاولاد في ابتدائي لازم يتحط في المنهج بتاعهم اهميه السائح، اهميته ليك وللبلد، وازاي انت تبقى تساعده مش تستغله. فانا بشوف ان دي من اول المقومات اللي اقدر ابني عليها اي حاجه، اي حاجه تانية بعد كده سهله. انا شايف يعني مع حضرتك طبعا ان كل المؤسسات الاجتماعيه في المجتمع، بدايه من المدرسه، كمان بدايه من الاسره، هرجع تاني من الاسره، المدرسه، الجامعه، النادي، الحزب، المسجد، الكنيسه، كلها مسؤوله عن تنميه الوعي السياحي لدى المواطنين. مستر رشيد، يعني الوقت مر سريعا مع حضرتك، بشكرك جدا على هذا اللقاء، بتمنى لك وبتمنى لكل العاملين في الحقل السياحي كل النجاح وكل التقدم. شكرا فندم. ربنا يخليك، متشكر جدا. سنة طيب ورمضان. كل سنه وحياتك طيب، اهلا وسهلا.
أعزائي المشاهدين، بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لكم وإلى اللقاء في نفس الموعد من الأسبوع القادم، ولقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجنا بانوراما السياحية مع رقة تحيات أسرة البرنامج، مدير التصوير ممدوح رضوان، إعداد أشرف الهويري، أطيب أمنيات المخرج صلاح إبراهيم، ورقة تحيات عماد أبو فتيح. شكرا لكم وإلى اللقاء، كل سنة طيبين ورمضان كريم. Vamos, vamos.